رغم تزاحم المعلومات على الشبكة العنكبوتية بمختلف اللغات، إلا أن المحتوى في اللغة العربية لا يشكل إلا 1% فقط منها، الأمر الذي دفع بمجموعة من المبادرين في الأردن إلى إطلاق موقع إلكتروني تحت اسم موضوع اقرأ عربي لإثراء المحتوى العربي على الشبكة العنكبوتية في مختلف الجوانب وفق مرجعية موثوقة. احنا عملنا دراسة على كل شيء المواطن العربي بيبحث عنه أو المستخدم العربي بيبحث عنه، فعملنا دراسة كتير كبيرة إيش أهم الأشياء اللي الناس بتفتش عليها في الإنترنت، وبنفس الوقت هاي الأشياء مش مكتوب فيها، فحاولنا أن نغطيها بمقالات يعني موثوقة ومقالات القارئ العربي بيفتش عليها. ويعتبر الموقع اقرأ عربي الآن أكثر المواقع العربية مشاهدة لعدد زواره الذي يزيد عن 20 مليون زائر شهرياً. طبعاً نتأكد من المعلومات من مواقعها الموثوقة اللي بيكون المقال موجود فيها. هلأ كمان أكيد كوظيفتنا أنه نتأكد من الأخطاء الموجودة في المقال من ناحية لغوية، سواء في النحو والإملاء، لأنه للأسف هاي الأخطاء كتير بتكون شائعة موجودة في أغلب المواقع العربية. هذه الحملة الإلكترونية يتوقع باحثون أن تحدث ثورة في مجال المعلوماتية في اللغة العربية. جيلان فطيري، العربية.